يا سادة، احنا النهارده اتكلمنا عن حاجه في من اهم الحاجات اللي هي في الحقيقه بتسري في البيوت، وممكن يجي الراجل والست يقولوا لي احنا ما فيش حاجه بينا، بس احنا لما بنتكلم مع بعض الدنيا بتولع. فنيجي لما نقف كده نلاقي هذا الشبح اللي هو شبح الايه؟ شبح المقارنه الزوجيه. بالله عليكم بلاش المقارنات. انت بتفتكر ان انت كده بتعلي همه زوجتك، وانت بتفتكر كده ان انت بتستنفر الرجوله في زوجك. الحقيقه انتوا بتهدوا بعض. المقارنه احد اشكال الانتقاد الخفي، بس الانتقاد الموجع. احنا نستطيع ان احنا نوصل مع بعض باساليب اخرى عشان نوصل ان احنا نحسن حياتنا ونخرج من الملل، وكمان نخرج للتوافق وللسعاده. من اهم الحاجات دي ان احنا نستثمر الصفات الحسنه في كل واحد فينا. من اهم الحاجات دي ان احنا نعمل اعمال مشتركه. من اهم الحاجات دي ان احنا كمان نعيش مع بعض وكل واحد فينا بيمتن للتاني. كل ما نقدر نعمل ده كل ما حياتنا هتكون مليانه توافق ومفتوحه على السعاده، وربنا يكرمنا ويجعل حياتنا دايما توافق ورضا وسعاده. يا رب اجعلنا دايما ممن يصونون قلوب شركاء حياتنا من لهيب المقارنه، واجعلنا يا رب امن وسلام وسعاده وهنا وراحه وبلسم لقلوب شركاء حياتنا، بان احنا نخرج اجمل ما فيهم عشان نشوف مع بعض جمال مددك لبيوتنا. يا ارحم الراحمين يا اكرم الاكرمين، الهمنا الرحمه والموده، واجعلنا دائما ممن يخرجون احاسن ما فينا يا رب العالمين.